برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في النور. الحقيقة بعتز جدا بالدور التنويري اللي بيقوم به برنامج في النور من خلال استضافة الكتاب والمفكرين المستنيرين لقراءة الواقع واستشراف المستقبل. حيث ضيفي في حلقة اليوم لا يحتاج إلى تعريف على الإطلاق، هو من أشهر ومن أكبر الكتاب والمفكرين ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله. له مشروع فكري محدد وواضح المعالم، يريد أن تكون مصر دولة مدنية عصرية تهتم بالثقافة وبالتعليم وأن يكون الدين فيها شأنا خاصا. حلقة اليوم لمن يريد أن يحلل الأحداث ويقرأ الواقع بعيون دكتور طارق حجي المفكر والكاتب الكبير. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، منورنا وجودك. دايما لقاءات حضرتك بينتظرها الكثيرين، زي ما قلت مش بس علشان نقرا الواقع والمتغيرات المتجدده، لكن كمان عشان نشوف المستقبل يا ترى هيحصل ايه. وحضرتك بارع في قراءه المستقبل، وده اللي اكتشفناه من كتاب الطاعون اللي هنتكلم عنه في سياق حلقتنا النهارده. بدايه يعني انا عايزه اعرف راي حضرتك فيما حدث في نيوزيلندا وفكره الاسلاموفوبيا وظهور اليمين المتطرف ليس فقط بتصريحات عدائية ولكن أيضا بأفعال، تقيم الحادثة دي إزاي؟ أقول في الأول أن الحادثة فضحت البعض لأنها أظهرت أنهم لا يجيدون إلا النظر إلى جزء من الصورة، أما النظرة الشمولية للصورة فللأسف لا التعليم ولا الثقافة سمحت لهم بذلك. بعد هذه المقدمة أقول أن تعليقي على حادثة المسجدين يلخص في التالي. أولا أنها جريمة بشعة، عمل إرهابي لا يمكن أن يسوغ أو يبرر. الملاحظة الثانية أن الدافع وراء هذا العمل واضح، أنها جزء من تمدد وتنامي نوع من اليمين في المجتمعات الغربية، يقول أن هذه مجتمعات الإنسان الأبيض فقط وأنه لا مكان فيها للآخرين، خاصة إذا كان الآخرون يأتون بثقافات تهدد البنية الأساسية لثقافة هذه المجتمعات. النقطة الأخرى اللي بعد كده إن إحنا بنصف أي عمل إرهابي بصفة أخرى بناء على الدوافع، مش بناء على باسبور أو دين الشخص. يعني مش عشان واحد يهودي أو مسيحي أو مسلم قام بعمل هنقول إن العمل إذا كان يهودي يبقى ده اسمه عمل إرهابي يهودي، عمل إرهابي مسيحي، عمل لا، إحنا اللي بيحكمنا في الصفة هو الدافع. أنت عملت كده ليه؟ فعندما واحد يقول أنا عملت كده عشان ديني بيقول لي إن أنشره ولو بالسلاح في أي حتة، فالبعض هيسميه الإرهاب المتأسلم اللي هو موضوع الكتاب اللي حضرتك ذكرتيه. بالنسبة للحالة ديت نحن الحقيقة أن يعني دين الفاعل لم يمثل أي خلفية، هو نازي يقال أنه ملحد يكره المهاجرين وهو مش وحده، ده أنا في رأيي إن هو موجة لسه الإنسانية ما شافتش منها كتير، هتشوف يعني كتير. مرشح أن يكون في أعمال شبه دي في الفترة اللي جاية؟ هو من سنتين في النرويج تم عمل أكبر من كده ولنفس الكلام. أنا مش عاوزين مهاجرين هنا لونهم مختلف. هل ده له أسباب؟ غالبا له أسباب، هي في رأيي أنا الهجرة التي لم تكن مدروسة. يعني فرنسا على مشارف مشاكل كبيرة مع مهاجرين لا ينتمون للحد الأدنى من القواسم المشتركة في القيم. ألمانيا، إنجلترا أقل. إنجلترا عدد المهاجرين المتصادمين مع ثقافة المجتمع أقل بكثير من فرنسا ومن ألمانيا. أمريكا الوضع فيها أكثر سيطرة. كندا لا عليها علامات استفهام، لأن يعني أنا درست الموضوع ده بعمق. هو إيه اللي بيحصل؟ الأحزاب اليسارية تغازل المهاجرين الذين جاءوا دون أي فحص
لتناسبهم مع المجتمع. فكل أصوات المهاجرين تذهب إلى ما يقابل الأحزاب اليسارية. حتى في أمريكا، اليسار في أمريكا واليمين مسألة نسبية جدا، الديمقراطيين تقريبا هم اليسار والجمهوريين تقريبا هم اليمين. فالأحزاب اليسارية تساهلت مع واحد جاي يقرأ القانون، يتكلم في أنه عاوز يتجوز 4 ستات، يتكلم أنه عاوز يعمل عقوبات بدنية. فإحنا أمام بداية ظاهرة شيء حصل في أوروبا في الثلاثينات، اللي هو اليمين اللي أنتج النازية. لا أظن أن سنصل إلى ذلك، ولكن في صدام مؤكد. شوف الأصوات اللي بتاخدها مدام لوبان في فرنسا في الانتخابات المتختلفة، بعد ما بتاخد 2-3% بتاخد، واضح تقدم اليمين. بتاخد حاجة 20%. ده معناه أن اللي وراها بيكتروا، اللي هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا رايحين فين بالمهاجرين. آخر حاجة هقولها بالنسبة للي حصل في نيوزيلندا، إن فضحت خواء معرفي وثقافي كتير عند بعض الناس. فهموا غلط اللي عملته نيوزيلندا. نيوزيلندا سواء رئيسة وزارة أو شعب شعر بمسؤولية كبيرة جدا على اللي حصل، شعروا بالعار إن ده بيحصل على أرض بلدهم، ألزموا أنفسهم بأن يبدوا أعلى درجات التعاطف. ده في الحقيقة حاجات تشهد لهم مش تشهد للجانب الآخر. يعني حضرتك بتقول أنه رد فعل رئيسة الوزراء أو الشعب هناك ده نبع من إنسانيتهم ومن فجاعة اللي حصل، ملوش علاقة بجنسية الضحايا أو بديانتهم. أنا النهاردة كتبت مقالة قلت فيها لو كانت الضحايا بيعبدوا ثمرة المانجا مش إله وحصلت نفس الحادثة، كان هيحصل نفس رد الفعل من الحكومة والمجتمع. ممكن يبقى عندنا نوع من سوء الظن ونقول إيه؟ طب ده الشعب النيوزيلندي والحكومة فليكن بوليتيكا. يعني ما هي بعدها بيومين نزلت حقيقة السياسة؟ نزلت في الشارع مع المثليين، عملت نفس اللي عملته مع المسلمين لما حطت الطرحة على دماغها، عملت نفس العملية مع المثليين. لكن في النهاية المجتمع النيوزيلندي شعر بأن في حاجة غلط حصلت وأن إحنا نكره أن يحدث ذلك عندنا. نيجي عندنا بعض الناس ترى أن هو انتصار للمسلمين اللي حصل. لا، لو كانوا هندوس، لو كانوا بوذيين، لو كانوا يهود اللي في المسجدين كان هيحصل نفس رد الفعل. هذا رد فعل لجريمة ضد الإنسانية. فأنتوا ما تاخدوهاش بقى أن إيه؟ ان احنا يعني بنكسب انصار. عيب يعني، انت عارفه يعني ده مش صح. يعني بتكسب انصار ازاي؟ انت عارف وبناء على ايه يعني؟ وهتستفيد ايه؟ لا وحطت على عشان حط الطرحه على بخها تبقى انت كسبت انصار. يعني انت متخيل ان السيده تنتمي قيميا لك؟ طب هي عايشه مع واحد مش جوزها. طب انت بالنسبه لقيمك، ما ده موضوع زلزال مش كده ولا غلط؟ دي راحت مشت في مسيرة المثليين بنفس الحماس اللي عملته لك. وانت ايه عاجز انك تفهم الحضارة الغربية؟ الحضارة الغربية ما تعاطفتش مع مسلمين قتلوا، تعاطفت مع بشر قتلوا. وده يفرق كتير. لا يفرق كتير. ولازم كمان نقول لنفسنا، يا ترى احنا لو حصلت حادثة في دولة مسيحية واللي اتقتلوا فيهم مسيحيين في مدارس، يا ترى احنا هنعمل زي النيوزيلنديين ولا هيبقى رد فعلنا مختلف؟ التاريخ بيقول لنا ان ما بنعملش كده. ما هو في 6000 روح أزهقت خلال سنوات قليلة في نيجيريا، يمكن ما طلعش خبر في الجرايد. لسه كنت هسأل حضرتك عن المفارقة العجيبة اللي حصلت في ردود الأفعال ما بين ما يحدث في نيوزيلندا والتضامن العالمي تجاه ما حدث وما يحدث في نيجيريا تجاه المسيحيين. يعني حضرتك كنت بتتكلم على إحصائية في عدد كبير جدا من اللي بيقتلوا يوميا ولا أحد يتحدث بالضبط. يعني إيه المفارقة دي في ردود الأفعال؟ على فكرة مش في نيجيريا بس، هي نيجيريا أكبر الأعداد. كل سنة في مذبحة يا ضد المسيحيين يا ضد المسلمين الشيعة في باكستان. وعمرها ما كانت من المسلمين الشيعة ضد السنة، كانت دائما القاتل مسلم سني، المقتول يا مسيحي يا مسلم شيعي. في العراق شفنا يعني مساخر التاريخ، يعني في ضد كل من هو غير مسلم، والقاتل كان دائما مسلم سني ما هو شيعي برضه مرة ثانية.
يعني في العراق ليه دايما عشان في فتوى بالزبط. في فتوى بتبرر له ان انت بتنفذ إرادة الله، ده المسلم السني والتاني ما عندوش ده الفتوى دي. مفيش واحد شيعي بيحط حزام ناسف ويروح يفجر نفسه. ليه؟ لان لم يفتى له بذلك. فالموضوع اللي بنتكلم فيه على فكره ثقافه وسياسه مش دين، والا ما كان، ما هو لو كان الموضوع موضوع دين كان يبقى الشيعة اللي بيعملوا هذا الفعل بعدد السنة أو مثلهم. بس ده مش صح. ليه؟ لأن ما عندوش فتوى بكده، ده عنده فتوى بكده. فالمشكلة هي مشكلة ثقافية. لا، أنت عندك حق تماما أن احنا لازم نفكر الناس نقول لهم إيه. إذا كنت فرحته برد فعل الحكومة ورئيسة الوزارة والشعب النيوزيلندي، طب اعملوا زيهم. مش كده ولا غلط؟ بس ما بتعملوش زيهم. أنت ما بتعملتش كده لما كان في مسيحيين و يزيديين وخلافهم في العراق بيذبحوا وبيتحط عليهم تمنهم ويباعوا وهم مربوطين بالسلاسل، تمام؟ في نيجيريا ما بتعملش اي رد فعل، في باكستان ده شيء سنوي، في مذابح سنويه. فالحقيقه يعني احنا موقفنا الثقافي والتعليمي سيء جدا، انه بيخلينا ما نشوفش الحقيقه، ما نشوفش ان اللي حصل هناك ده حقيقي. لو كانوا دول بيعبدوا البقر كان حصل نفس رد الفعل. ده معناه أن القيم الإنسانية اللي بتتحكم في الثقافة الغربية يعني ارتقت كثيرا فوق ثقافتنا كلنا كدول عربية. طبعا ارتقت فوقهم هم نفسهم. هم من 150 سنة كان بيشحن الناس السود من غرب إفريقيا عشان يبقوا عبيد، وما يوصلوا هناك يختموهم برقمهم، تحطوا 13 14 على كتفه، وإلى اللي احنا بنشوفه دلوقتي، إلى رئيس جمهورية أسود في بلد اللي هي كان بتشحن العبيد من غرب إفريقيا. فلا بلا شك، لكن ده مش معناه ان هم ملائكة. ليه؟ لان هو كمان برضو، ما انت لازم تقولي ايه، بدل هنحلل بعقلانية نفتح كل الملفات. يا ترى الغرب نفسه، الغرب المسيحي زعلان على مسيحيين نيجيريا؟ لا لا، ما هو هنا بالتالي يبقى الرقي اللي انت قلتي عليه نسبي، مش كده؟ يعني هو حصل، لكنه في أوائله الإنسانية كقيمة عليا تحرك المجتمعات تنمو كأنها لو تعرف إيه في الحضانة. يعني هم في الغرب في الحضانة، إحنا ما دخلناش بقى خالص، إحنا بره السور المدرسة. لكن هم مش مثاليين. والدليل على كده إن لو حوادث نيجيريا حصلت في دولة أوروبية الدنيا تقف طبعا. يبقى معناه إيه؟ معناه إن هو قيمه بتاخد كل اهتمامه على أرضه، بره حدود ارضه برا، لا يعني لا يعني. والدليل على كده، ما هو كان لازم يعمل موقف عالمي لنيجيريا، ما حصلش. طب انتوا عارفين القاتل طبعا، بوكو حرام. يعني انا مش بستغل الفرصه، ولكن لما بعض الناس بتقول الازهر ما بيخرجش ارهابيين، بوكو حرام اللي عملها واحد نيجيري متعلم في الازهر. ده يعني لسه الكتاب فيه كثير، يعني الكتاب ده بحر الحقيقة. أنا يعني بحيي حضرتك على أنك جبت الموضوع من أوله، يعني بحثت في بدايات من اخترعوا فكر الإرهاب المتأسلم والجماعات اللي خرجت، ومرورا بجماعة الإخوان المسلمين، وأول واحد خرج عن القواعد وابتدى يعني يكون جماعة فيها أفكار متطرفة، وما حدث في شبه الجزيرة العربية. يعني كتاب رائع الحقيقة. أي حد عايز يفهم تاريخ هذه الحركات أو الجماعات يعني يقتني هذا الكتاب، رائع الحقيقة. تعرف أنا كتبت الكتاب أصلا بالإنجليزي مش بالعربي. طبعا. بس تعرفي ليه؟ عشان أرد بيه على شيء، وبعد كده اكتشفت أنه لازم يتوجه لنا احنا كمان، على اللي بيقول احتوي الإخوان. الكتاب ده مكتوب أصلا للي بيقول كده، بقول له أنت مش عارف حاجة خالص، أنت مش عارف الوحش ده بيفكر إزاي. فأنا في الكتاب ده حاولت أعرفه الوحش ده أيا كان اسمه، يعني بيغير اسمه، يسمي نفسه داعش، القاعدة، النصرة، بوكو حرام، شباب في الصومال، المحاكم في الصومال. الوحش ده واحد وعاوز يروح حتة واحدة، وجهة اللي عاوز يروحها هي. فكان غرضي من الكتاب، لأن أنا كنت كتير في المحاضرات في أوروبا أسمع إيه المانع من احتوائهم. المانع من احتوائهم هو المانع من أنت بتسمح أن واحد يعمل حزب نازي في فرنسا. ده اللي بينكر الهولوكوست في فرنسا دي جداية. يعني انت اذا حطيت حد ادنى لازم نبتدي من فوقه مش من تحته. اي واحد يروح دلوقتي في اوروبا وينكر الهولوكوست،
أو يعمل حزب نازي، ففي بلاد هتحاسبه وفي بلاد هتجرم له فقط إنكار الهولوكوست. فرنسا منهم. إذن في حد أدنى بنتفق عليه، إحنا بنمارس سياسة فوق الحد الأدنى ده مش تحته. الحد الأدنى ده هو إن الدين حد شخصي، وإن ما فيش حد عارف مراد الله. فكرة إن واحد بيقول لنا إنه عارف مراد الله، إحنا بنقول له أنت نصاب، أنت نصاب. والدليل على كده إنكم بتقتلوا بعض. أصل هي الفكرة لو أنتم عارفين مراد الله، طب ما تتفقوا بينكم وبين بعض. دي أنتوا قتلاكم اللي هو من خلال بعض في التاريخ أكتر من قتلاكم من الخارج. إذا معناها أي يعني أنت أي واحد متعلم ما حد يقول له أنا عارف مراد الله، لازم يعرف إنه بيكلم واحد جاهل. يعني ما حدش عارف مراد الله. البشرية بتبحث عن الصواب. لكن إن واحد يقول لا أنا عارف ربنا عاوز إيه، لا أنت بتظن إنك عارف، لكن ظنك غالبا على مستواك التعليمي. بالضبط. عايزة بقى يعني أبتدي مع حضرتك من بداية الفكرة. حضرتك كنت بتقول أنه الكتاب ده أهديته للي بيدعي أنه قد يكون هناك نوع من أنواع الاحتواء لجماعة الإخوان المسلمين، لكن الكتاب مش بيتكلم عن الإخوان بس، لا الإسلام السياسي كله. من البداية يعني حضرتك ممكن تدينا فكرة سريعة عن الكتاب وما يحوي. أوكي. هو يعني في التاريخ الإسلامي في كل ألوان الطيف، في ناس أوحش من داعش وفي ناس كويسين جدا. كل ألوان الطيف ممثلة في تاريخ المسلمين إنهم بشر. هنا ده موضوع ده ملوش دعوة بالدين، ده ثقافة. فالمشكلة الكبرى إن في آخر 200 سنة أكثر المدارس جوه الإسلام تشددا، نصية من النص، نقلية، هي التي تسود، هي التي تسود ثقافيا. بمعنى ان لو واحد راح، والشغل ده انا يعني عملته بطريقة أكاديمية، يحصي المراكز الإسلامية على وجه الكرة الأرضية ويجي يقول لي مين اللي عاملهم بفلوسه، وبعدين يقول لي طالما انه عملهم بفلوسه البضاعة الفكرية اللي بيقدمها. ما هو انت مش هتعمل مركز اسلامي في كل بلد من بلاد العالم عشان يتقال فيه كلام غير فهمك انت للاسلام. بالظبط. انت رايح بتعمل ماركتينج، تسويق لفكرة، لفكرك انت. احنا عارفين مين اللي عملوا المراكز الاسلامية في خلال العقود الاخيرة وروجوا فيها الايه. ده موضوع لا انا تناولته جامد في الكتاب. انت عارف التاريخ مليان سخريه، بمعنى ان الموديل اللي انا بسميه الحنبلي ابن تيميه ابن قيم الجوزيه وينتهي بمحمد عبد الوهاب الداعيه اللي على يديه رائد الحركه الوهابيه اللي على يديه اسس الحلف السعودي الوهابي سنه 1744. دي أكتر مدرسة فيها عنف ودم، لدرجة إن في ناس يعني من قرية ماردين أو مدينة ماردين اللي طلع منها ابن تيمية عملوا مؤتمر من كام سنة ليتبرأوا منه، قالوا فيها إن هو ابن ظروفه. كان في التتار والمغول بيغزوا المنطقة وهو نظرته للآخر زي نظرته للمغول، فبيستبيح عداؤه العلا بيستبيح فيهم كل حاجة، بيستبيح ستاتهم وفلوسهم وكل شيء. المهم ان احنا في الـ200 سنة اللي فاتوا اللي تروج له موديل اسلامي ضد العصر وضد العلم وضد العقل. الانسانية كلها بتتجه في الـ200 سنة دي انك تقول يس نعم للدين العقيدة، لا للدين المجتمعي. دي مسيرة الانسانية المتحضرة، بتقول للمسيحي كده في اوروبا، بتقول لليهودي كده في اوروبا، بتقول له انت من حقك انك عقائديا تؤمن بما تشاء، بس ما تقوليش انا همشي المجتمع باللي بؤمن بيه وبظن ان ربنا عاوزه. ده عكس المجتمعات العربيه. احنا بقى مشينا كويس انك قلتي كده عشان احنا بالظبط هو دي النقطه، ان
هم مشوا كده واحنا مشينا كده. يعني هم مشوا اتجاه اللي احنا بنقوله ده، اللي هو تاني ناخد مصطلح الدين العقيدة لك احترامي، الدين المجتمعي لا، اصل هو في النهاية هو رجل الدين يعني، ما هوش الدين. ما هو اما يجي واحد يقول لنا انا عاوز اعمل مجتمع وفق مبادئ الاسلام، نقول له امال مين اللي هيقول لنا مبادئ الاسلام؟ حضرتك. مش كده مش كده، ففي النهاية احنا في يد الكهنوت يعني. فزي انا يعني احب اقف بالنقطه اللي انت دعيتيها دي، كانت البشريه في خلال 200 سنه راحة كده، اللي هو ايه، سنحترم الدين العقيده ونمنع الدين المجتمع، واحنا رحنا للعكس في ال 200 سنه دول. فالصوره حاليه في غايه الصعوبه، التناقض تناقض. واي واحد يظن ان في اي حد يقدر يتعامل بسرعه وحسم مع المشكله هو واهم. المشكله حجمها كبير جدا يعني. خدي مثال، احنا عندنا زي 22 23 مليون تلميذ وطالب في كل مراحل التعليم. هل لو احنا عاوزين دوله عصريه مدنيه تحترم الدين كدين ولكن تسير وفق معطيات العلم والاداره والثقافه والفنون، هل احنا محتاجين يبقى في منهم 4 مليون تلميذ في مدارس دينيه؟ لا، ده هو ده العدد على فكره. هو اكتر شويه من 4 يعني. طب احنا كده مش بنبذر لنفسنا بذره مشكله؟ او انا مش هقول ان الأربعة مليون ارهابي، لا، انا بقول ان في هرم اذا حطيت في قاعدته 1000 هيطلع لك في راسه 10 اكيد. بدل انا علمته ان يكره المسيحي ويكره اليهودي ويكره الغرب ويحتقر المراه، مش كله هيشيل سلاح، بس هيطلع عدد بيشيل سلاح في هرم فيه تحت تبويض المخ اللي هو التعصب والتعليم غير العصري، بيطلع ناس متشددين والمتشددين بيطلعوا ناس يحملوا سلاح. ففكرة التعامل مع المشكلة في غاية الصعوبة، لاسيما ان اوروبا بجلالة قدرها العلمية شاركت في تكبير المشكلة. طبعا شاركت جامد يعني، سيطرة. لا شاركت بمعنى بتثير ساعات شكوكنا، هو انت شاركت سهوا ام قصدا؟ يعني انت لما تيجي تكون عملت داعش في العراق لتؤدي لك رسالة معينة سياسية في ظرف معين، تمام، انت مدرك ايه اللي حصل لحد زي انور السادات حاول يعمل كده؟ ما هو انور السادات له مزايا وعيوب زي كل السياسيين، من مزايا حرب اكتوبر اللي ما كانش سهل ان حد ياخدها، ومن مزاياه ان هو قرر ان يتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي باسلوب اخر غير الحروب اللي بنخسرها، تمام. لكن من عيوبه ان هو قال لتعبان انا عاوز اعمل معاك شركه. التعبان ده قتله يوم 6 اكتوبر 1981 بس ما ماتش لغايه دلوقتي للاسف. للاسف. وانا عندي كتير قوي عن حكايه علاقته بالتعبان، يعني عندي اللي يعمل عشرات الكتب. يعني اللي حصل في مصر في السبعينات لم يكن بالمصادفه، يعني بروز بعض الدعاه، تحول بعض البرامج التلفزيونيه الى منابر لوهبنه مصر. ده ما كانش اعتباطا. يعني هل السادات كان بيعي ده؟ كان مدرك الخطه اللي بتحاك ضد مصر وانه اصبح شريك فيها بسماحه لعمل الاخوان في السر ايا ما كان شكل عملهم؟ هو انا يعني طبعا يعني مش هقدر اجاوبك لسبب بسيط، لان انا يعني اتكونت ثقافيا اني ما اديش نفسي الحق في الدخول في صدور وضمائر الناس. لكن انا سالت حرم الرئيس السادات في لندن سؤال، اللي هو سؤالك ده بالظبط، بس صيغته بطريقه ثانيه. قلت لها هو لما قربهم في الاول كان عقيده ام مغامره؟ فقالت لي مغامره، وده رد احسن من الاولاني. يعني الكارثه اكبر انه يكون عقيده. طبعا. لا، هو اغلب الظن مغامره غير محسوبه لنقص في الثقافه. ما هو مفيش حد في الدنيا بيعمل اللي حصل بينه وبين عمر التلمساني، وان جابه وقال له نحط ايدنا في ايدين بعض، وكمال ادهم بيراقب التغيير ده في مصر، بيشتغل ايه كمال ادهم؟ بيشتغل رئيس مخابرات السعوديه، تمام. ورجلهم في مصر عثمان احمد عثمان
بيبارك هذا التغيير من مصر جمال عبد الناصر إلى مصر اللي بيتقال فيها أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة. النهاية بتاع المشهد ده بطريرك شبه معتقل، معتقل في الحقيقة، معتقل يعني محددة إقامته في دير، رئيس جمهورية مقتول على الأرض وجنبه النائب بتاعه وجنبه وزير دفاعه. أدي نتيجة إنه واحد بيقول أنا هعرف ألعب بالتعبان. لا مش هتعرف، زي ما قال الدكتور سيد القمني من كام يوم، من نقاط ضعف الحضارة الغربية أنها لا تعرف ما برأس هذا الوحش. إذن الدول الغربية التي تحوي أو تأوي بمعنى أصح قيادات الإخوان هي لا تعرف قدر خطرهم عليها حتى الآن؟ يعني أنت عارفة برضو ده سؤال، ده سؤال عويص جدا. ليه؟ لأن الشيء الطبيعي إن اللي بيرسموا حركة التاريخ زي المخابرات الأمريكية والإنجليزية يبقى عارف دي مفروض. فهو عندنا ثلاث احتمالات، يا عارف يا مش عارف يا حاجة في النص. أنا مش عارف بستبعدها، لا ما ينفعش يعني، يعني ما هي السي اي اي بتقدم هارفارد يونيفرسيتي طبعا، ما هيش مخابرات الصومال يعني، تعرف مخابرات أمريكا فيها عقول جاية من برينستون ومن ييل ومن هارفارد، ففكرة أنه مش عارف دي أنا بستبعدها. عندي اتسبت الحاجتين، عارف ويظن إن كل شيء تحت السيطرة، أو عارف بس يشوب نقص فمعرفته بالوحش اللي هو بيتعامل معاه. الوحش يعني احنا عندنا حالات واضحة جدا، هم اللي عملوا القاعدة ما بين المخابرات السعودية برئاسة تركي الفيصل والمخابرات الأمريكية، ومصر كان لها دور في هذا الوقت قولا واحدا. لا لا، أنا عارف من شخصيات في السفارة المصرية في باكستان في أواخر السبعينات إن إحنا من أهم الأطراف في إنشاء الجامعة الإسلامية اللي كانت بفلوسنا. إحنا كان أصلا ما عندناش فلوس، لكن روحنا كوننا البوتقة الجامعة الإسلامية اللي في كراتشي على ما أظن، أو في إسلام أباد مش واثق تماما، بس اللي كانت العاصمة فهي غالبا كراتشي. بس دي ده منهج كموجود في أواخر الستينات أوائل السبعينات اللي هو الدنيا فيها حاجتين، اختار أنت مع موسكو ولا مع واشنطن، القوتين العظمتين. القوتين العظمتين ولم والإسلاميين حطوا نفسهم مع أمريكا. ملك فيصل قام في وثائق المخابرات الوثائق الأمريكية عملت لها ريليس. يعني إيه ريليس؟ سابتها تطلع بتقول أنه طلب من جونسون سنة 66 أنه يطلب من إسرائيل تحطيم الجيش المصري. هل هو كان بيكره مصر؟ لا، هو في حرب الكتلتين، هو ركب مركب أمريكا ضد الشيوعية. بس العاقبة سيئة جدا. وعشان نزيد الصورة يعني سخرية، السعودية بتخرج من ده دلوقتي بشكل ما. إزاي؟ بتخرج الحقيقة، بتخرج. يعني لو جبتي أي إنسان كان عايز سنة 70 ووريتيه الحفلات اللي في السعودية والستات وهي بتسوق العربية، وإن في سفيرة في واشنطن دي سي بنت، لا تغيير جذري. وفي عدد كبير جدا من رموز التيار الوهابي في السجون. هل معناها أن أنا موافق أن هم في السجون؟ ده قضية أخرى. لكن حضرتك شايف أنه هذا التغيير ليس لمجاراة الواقع الحالي؟ يعني ده تغيير في الأساس في الفكر؟ لا، تغيير مش مظهري يعني. لا 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 لا, لا. مزدوج. أنت سؤالك يحمل الإجابة. هو في الاثنين، في جزء من الرغبة في التغيير، لكن إرضاء الأمريكيين جزء كبير من اللي بيحصل. يعني هو الباكج بتاع ان في قيادة جديدة تختلف وبتحترم الحضارة الغربية وبتقول على فترة بيسموها هم فترة اللي هي لما حصل ان شاه ايران سقط وجه الخميني، بدت حركة سنية مقابلة. دي بدت 79-80. الحركة دي قال عليها ولي العهد
دي مش هترجع تاني خالص. أنا أشك إن في وعي كامل برفض للحلف السعودي الوهابي، أشك يعني. أنا أعتقد أن الموضوع أكبر من أن يفض بسهولة يعني. هي المملكة قامت عليه، لكن الداخل السعودي وحضرتك أكيد تعلم هذا يعني ملتهب إلى حد كبير، في أطراف كثيرة داخل المشهد ملتهب. لا ترغب بأن يعني تظهر السعودية بهذا المظهر المتحضر الجديد. عندك مدرستين، الناس اللي في سنك اللي تعلموا وتعلموا برا عاجبهم اللي بيحصل، بس في قوة محافظة لا تقل عنهم ضراوة، وهو ملتهب الكلمة الصح. في رجال، ما هو كم عدد رجال الدين اللي اعرفها هم انا بالاسم اللي موجودين في المعتقلات كتير، فمعناه ان اللي بيحصل في السعوديه يشبه التمزق. ما ينفعش يكون بسهوله، وما ينفع. بس انا اشك في ان النيه هي ان ننهي حلف 1744 بين مؤسسه دينيه ومؤسسه سياسيه. انا اشك ان ده هو الغرض يعني. الموضوع يعني في علاقات عامة أكتر منه سبستنس يعني أصل. لكن الإدارة الجديدة الأمريكية إدارة مختلفة في تصريحاتها وفي طريقة إدارتها للأمور، ويمكن حتى في القرارات الأخيرة بدعم إسرائيل بشكل واضح وكامل وعلني دون مواربة. هل رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة ممكن تغير في توجهات الجماعات المتطرفة على مستوى العالم في الفترة الجاية؟ هو يا أمريكا أنشأت القاعدة سنة 79، ولكن هناك مؤشرات على أن أمريكا بالذات، ما بكلمش عن أوروبا الغربية، بتنهي الملف ده، بتنهيه، وإنها بأكثر اهتماما بأمور أخرى مثل ما يظنه الإسرائيليون من أن يكون خطرا إيرانيا على إسرائيل. أنا بختار الكلام بالضبط لأن أنا مش متأكد أن في خطر يعني، بقول لك الخطر كما يراه الإسرائيليون، لأني أعتقد أنا أن هو خطأ، أنه هو كلام فقط، أن النظام الديني اللي في إيران محتاج الشعارات دي بتاع هنسقط اسرائيل وبتاع وكده. اصل احنا عشنا وعرفنا النظم اللي محتاجه الشعارات دي. انا ما اعتقدش ان هم يمثلوا خطر كبير على اسرائيل، لكن هم محتاجين الشعارات دي، الشعارات اللي هي ديماجوجيه للشارع، اللي يبين في النهايه ليه بيحكمنا شيخ. ما هو في النهايه رئيس الجمهوريه مش الرجل الاول هناك بالضبط. ف يعني انا اعتقد ان امريكا كمان دلوقتي ما هيش جهه واحده، هي في المؤسسات وفي ترامب بالظبط، هو مش حاجه واحده، ودايما على خلاف. ما هو مش حاجه واحده، والاعلام مع المؤسسات مش مع ترامب بالظبط. فلو كنت انت بتشيري للقرارات، ما هو منها حاجه في برنامج قبل الحلقه اتكلمتي عليها اللي هو الجولان بالظبط. وده ناس كتير مستغرباه انه التصريحات الاخيره دي فيها عداء شديد جدا لعدد كبير من الاطراف. يعني مثلا روسيا خرجت بترفض رفض تام هذه الوثيقه، وشايفه انه ده اعتداء على الشرق الاوسط وما الى ذلك، وان روسيا هتبقى بصدد هذا القرار. يعني هل ترامب بيكسب اعداء جدد؟ يعني ايه الفكر اللي حضرتك متوقعه في الفتره اللي جايه؟ هقول لك قصه صغيره قوي في نص دقيقه. سنه 48 ترامب قاعد مع ترومان رئيس امريكا سنه 48 او 47 ايام قرار الامم المتحده بتاع تقسيم فلسطين التاريخيه. قاعد مع واحد من مستشارينه، فبيبحثوا الى اي حد يسند الدوله الجديده. ترومان سأله هم العرب لهم تأثير قد إيه على الأصوات؟ فقالوا ما فيش. واليهود لهم قد إيه؟ قال له كذا. قالوا خلاص، يبقى احنا عرفنا قرارنا هيبقى إيه؟ تمام؟ نفس العملية الآن تقال الآن، إن هو ترامب كان عنده مشكلة في تحقيقات معينة والنتيجة جت لمصلحته، ودلوقتي في اجتماع من أهم الاجتماعات المنظمات اليهودية في أمريكا الأيباك خلال يومين، ورئيس وزراء إسرائيل رايح بعد ساعات إلى واشنطن بالزبط. فيبقى ترامب عنده فرصة تاريخية لأن يسحب التأييد اليهودي التاريخي
من حزب الديمقراطيين له. والانتخابات ما هي بعد سنة ونص بالظبط. بعد سنة ونص هو تقريبا أخذ الجانب ده اليومين دول، جانب أنه خرج من التحقيقات اللي كانت بتدور حوالين هل كان هناك ما يشبه التزوير أو التزييف في الانتخابات، وهل كان هو على علاقة غير مسموح بها مع الروس. التقرير جه يبرئه، وإن جايله دلوقتي أنه هيسحب من الديمقراطيين كرت اليهود، لأن معظم العلاقة التاريخية اللوبي اليهودي معظمه كان مع الديمقراطيين اللي هم عملوا إسرائيل. لكن أنا أعتقد أن في الحقيقة عشان نخلص من موضوع الجولان، مستقبل الجولان له علاقة له بكل هذا الكلام، له علاقة بسوريا. سوريا سوريا 100%. يعني الجولان مش هتصبح إسرائيلية أو سورية بناء على الأستاذ ترامب بيقوله، لا، بناء على السياسة السورية. هل سوريا هتظل في حضن إيران؟ وإن ظلت يبقى الجولان هتبقى في إيد إسرائيل على طول. تمام؟ ما هو أنت ما عندكش ولا كارت كإسرائيلي كسوري تلعب بيه، إلا أن أنت هتعترف بإسرائيل زي ما عمل أنور السادات، وهتنشئ علاقة تفاوضية معها، وهتأمنها أن حزب الله وإيران مش أخدين أراضيك ملعب يدخلوا منه على إسرائيل. إذا هو أجاد، وأنا أعتقد أنه هيعمل كده، وهتستغربي أن أنا بقول له كده، لأن أنا عارف أن الروس بيضغطوا عليه من كده. بالظبط. الروس بيضغطوا عليه، لا احنا مش جايين هنا نشتغل لمصلحة إيران، احنا جايين لمصلحة النفوذ الروسي، والنفوذ الروسي بيقول أن أنا اللاعب الوحيد المؤثر من الخارج، وهو الحقيقة ما فيش لاعب مؤثر غيره. يعني حزب الله ما نفعوش قدام داعش، اللي نفعه قدام داعش والنصرة وكل ما شابه ذلك هو الطيران الروسي والدور الروسي والقرار الروسي ألا يترك أمريكا تفعل ما تشاء في سوريا. مستقبل الجولان ده كلام فارغ اللي بيعمله ترامب، ده علاقات عامة، يعني غير مؤثر. لا لا لا، لكسب تأييد اللوبي اليهودي. هو مهم ليه هو، لكن لن يؤدي هذا إلى تقرير مصير الجولان. تقرير مصير الجولان في يد سوريا. هل تريد تمشي في الكلاموفوبيا؟ من كلام يعني عاوز هتمشي في الكلاموفوبيا اللي العرب مشوا بيه؟ اتفضل، لا هتاخد الجولان ولا هيبقى في لك فرصة لإعادة التعمير فأنت قرر مصلحة سوريا مش مصلحة إيران، مش مصلحة روسيا. مش إسرائيل عملت إيه سنة يوم 5 يونيو 67؟ لمت أراضي من مصر ومن الأردن ومن سوريا وحطتها تحت رجلها وقالت له عشان تعالى بقى تتفاوض معايا. مش هو ده اللي حصل ولا غلط؟ اللي حصل فعلا. ولما تتفاوض معايا في احتمال تاخد معظم اللي انت عاوزه، وانا كمان اخد معظم اللي انا عاوزه. عاوز تمشي بالكلاموفوبيا تاني خليك بس انا يعني طبعا انا ما عنديش ادله، لكن انا عارف ان في بس دي معلومه، اعرف ان هناك ضغوطا روسيه شديده على النظام في دمشق لكي يحجم من دور حزب الله ودور إيران على الأرض السورية. بما أننا بنتكلم عن روسيا سوريا والنفوذ الروسي في سوريا وما إلى ذلك، حضرتك كنت بتتكلم قبل كده على فكرة انحسار الجماعات المتطرفة داعش وغيرها والنصرة وغيرها من الأراضي السورية. هل تتوقع في الفترة اللي جاية أنه يكون في تقسيم زي ما أرادوا إلى لسوريا في الفترة السابقة، ولا حضرتك شايف أنه التراجع ده ممكن يدي فرصة أخرى لسوريا أن تعود كتلة واحدة مرة أخرى؟ أنا أشك، يعني أظن أنه لن يكون هناك تقسيم. طب ليه بقول كده؟ القوى الوحيدة اللي تستطيع أن تدوس من أجل التقسيم هي القوات الكردية. دي مش هيبقى مسموح لها تقسم، مش لا عشان سواد عيونها، عشان سواد عيون تركيا. تركيا لا يمكن، تركيا هتحارب حرب كاملة لكي لا يكون هناك دولة كردية للأكراد. لأن دولة كردية في سوريا تعظم المشاعر القومية الكردية في تركيا وفي العراق
في إيران في أماكن معينة من إيران طبعًا. لكن هو أساسا اللي جوه كل 4 مواطنين يحملوا الباسبور التركي فيهم واحد كردي. فدول لما يشوفوا أن الصغيرين بقى لهم دولة يطوبوا هم كمان بالانفصال. بالضبط. شرق تركيا بقى يتمزق. فهو الوحيد اللي عنده قوة على الأرض. يعني عارفة إيه؟ يعني زي ما بيقولوا في الاستراتيجية قوة تكسر العظم. يعني ما فيش غير الأكراد. العلويين هم اللي في الحكم. السنة هم الهزيمة الحقيقية هي بالسنة هناك. ليه؟ لأن هم اللي رهنوا على النصرة وداعش. وبعدين في النهاية احنا من مصلحتنا كمصر أنه لم يكن من مصلحة مصر أبدا تقسيم سوريا ووصول الإخوان لحكم 80% من شعب وأرض سوريا. كارثة. فاللي حصل في سوريا في مصلحتنا تماما. وأنا أعتقد أن هذا الموضوع من أخطر المواضيع التي تديرها أجهزة الأمن المصرية. ليه؟ لأن في ضغوط عليها أنها تعمل عكس كده. ضغوط عربية عليها بس ما عملتش عكس كده. ضغوط عربية من قبل لوبي تكون بقيادة السعودية يعني والإمارات. بس ما خلوش مصر تاخد سياستهم القديمة تجاه سوريا. بالضبط. وبعدين احنا ما هو الموضوع مش محتاج ذكاء. لما يكون مرسي مع المقاتلين اللي هناك يبقى احنا نبقى معاهم احنا كمان. لا طبعا. احنا مش معاكم عشان مرسي بس معاكم. يعني ما فيش اي سبب يخلينا نكفر بيهم اكتر من ان مرسي كان معاهم. حضرتك ازاي شفت زيارة رئيس وزراء العراق في اولى جولاته الخارجية لمصر؟ يعني هل شايف انه ده يعني اشارة الى اهمية مصر ومكانة مصر لدى العراق؟ وشايف ازاي فكرة اعادة الاعمار وبداية جديدة للعراق؟ هو انا يعني برضو بكره الموقف اللي على أساس ديني من العراق. يعني في بعض الدول العربية عندها موقف أن الدركسيون العراق راح من إيد السنة إلى إيد الشيعة. لأن رئيس الوزراء اللي عندنا عبد المهدي شيعي. فأنا بكره الموقف ده. يعني ده شأن عراقي ومن الطبيعي بعد الظلم الطويل اللي حاق بشيعة العراق أن يبقى رئيس الوزراء منهم. لكن العلاقة المصرية العراقية إحدى العلاقات المصرية الأساس. بمعنى مصر وسوريا والعراق دي الدول اللي بن غوريون قال عليها زمان إحنا مستقبلنا في إضعاف دول. بل هم دول بالحرف اضعاف دول. عشان كده لما حصل الربيع العربي اطاح بالثلاثه دول طبعا احنا يعني انقذنا بالظبط كده. لمينا هدومنا ووقفنا تاني. لكن العراق مش دوله عاديه. يعني العراق تاريخيا و و و دوله من الدول الاساس. فالكلام النهارده اللي قيل ما هوش الحقيقه كلها، هو عنوان الحقيقه. يعني الكلام اللي قاله الرئيس السيسي بيبين ان في عمق في العلاقه اكثر من الظاهر للناس. بالضبط. وده شيء طيب وليس سيئا. يعني انا اريد ان ارى العراق دوله حديثه، واريد ان ارى سوريا دوله حديثه، لان هذا يخدم ان هناك دوله حديثه في مصر. يعني انا ارى ان هزيمه المشروع الاخوانجي في المنطقه هو احدى بوابتنا للعصر. ده كان بوابتنا للجحيم. لأن هو وصول الإخوان للحكم في مصر واستمرارهم ما يعنيش بس أنك عندك نوعية مرسي، لا، ده بداية خروج من العصر. طبعا رجوع سنوات طويلة بداية. لا، وعلى فكرة لسه كانوا هيتخلقوا مع بعض. ما هو في الإيه يعني بعد ما كانوا وصلوا للحكم لو كانوا قعدوا شوية كانوا بقى يختلفوا مع بعض. مؤكد أنه في كل التيارات الدينية الأكثر تشددا هو اللي بيغلب في الآخر. لأنه بيقعد يقول إيه أصل التاني ده يعني مماين شوية، ده بيسمح بالسياحة، ده بيسمح بأن الست تبقى بتروح الشواطئ، ده بيسمح أن في مصنع للبيرة. اللي هيكسب عندما يحكم الثيوقراطية يعني حكم الدين هو الأكثر تشددا مش الأقل تشددا، لأنه عنده حاجة يقعد يلعب بيها.
لا انت ما انتش مسلم قوي. انت 70% مسلم و30% لا. فالاخوان كان هيبقوا بدايه لا، ومع يعني كان هيبقى عندنا جواهم حرب تريد ان تكون تبدو للناس انها اكثر تدينا طبعا، اكثر تطابقا مع النص طبعا. تمام، تطابقا مع النص يعني هما يعني نقدر نتكلم معاهم عشرات الساعات ان انت متوهم النص، يعني انت ما انت فاهمك للنص هو المشكله. يعني في ناس بتقول لك ما هو النص ده له طرق اخرى للفهم، وناس تانية بتقول لك ده معظم اللي انت فاكره لكل زمان ومكان ده لزمن معين وبيئه معينه. ولما قال كده الشيخ الازهر هجم، هجم وبشكل قاسي وحاد جدا. تقصدي من مؤسستي ولا لا، هو شخصيا خرج من ايام قليله جدا بيفسر فكره الزواج يعني في الاسلام، وانه الزواج 4 مرات ده اجحاف للمراه. هو قال كده الشيخ الازهر، يعني تراجع بعد كده على طول. ما هو هجم بشكل بشع جدا، وبالتالي يعني كان في خطوه لورا. هو طبعا يعني انا مش عاوز اخلي ان الحلقه على الازهر، هو يعني الازهر في كل التيارات، لكن مره ثانيه تكون الغلبه غالبا للاكثر تشددا. هو ده في التاريخ مش في الاسلام، في اي حاجه. لو عملتي النهارده نرجع للعصور الوسطى ويبقى الكاردينالات في الفاتيكان هم اللي بيقولوا، المتشدد هو اللي هيغلب في النهايه. لان هو بيقعد دايما يقول للناس اصل فلان متساهل، اصله مش متطابق مع النص. واحنا كمصريين بنستصيغ الفكره دي، يعني بعد ما سيطر الفكر التيار الديني المتشدد على عقول بعض المصريين بقينا نستصيغ الفكره دي، بنراهم اكثر تدينا فنمشي وراهم اكثر. طبعا طبعا، يعني هو يعني انا اتمنى ان المثقفين يشتغلوا على اللي انت بتقوليه ده، اللي هو ايه؟ نفهم الناس ان هؤلاء بيلعبوا سياسه في المقام الاول، رغم ان انت فاكره بيلعب دين، ها، بس هو بيلعب سياسه. كان في باب لحضرتك في الكتاب اسمه وهم الاحزاب الدينيه. وهم الاحزاب الدينيه المقصود بيه انها احزاب ليست لها وجود، ولا المقصود بيه انه زي ما حضرتك بتقول كده دلوقتي انه ظاهرهم انه يعني بيشتغل بالدين لكنه يرغب سياسه؟ الدين هي العصايه اللي في ايده اللي بتخليه ساحر. يعني انا لما اشوف الدعاة عملوا ايه في العقل المصري، طائفة الدعاة خلال ال4 عقود الماضية، اعرف ان نجاحهم مش مرهون بيهم وانما بالعصاية السحرية اللي في ايدهم. العصاية السحرية اللي في ايدهم بتخليهم يستمع اليهم يمكن من قبل ما يقولوا حاجة، لان بعضهم بالمعايير الثقافية العالمية صفر. طب امال ايه الانتشار ده؟ ان مستوى المتلقي متدني، وان العصاية دي في البيئة دي مؤثرة. العصاية السحرية دي اللي بتقولي للناس بيها اي حاجة تسمع الكلام، سواء تقول لهم ايه بكش، يعني لما يكون عندك مرض عضال ما تعالجهوش، لماذا لا تعجلوا بلقائه بربه؟ في واحد ده كلام مجانين يعني، تعرف ايه؟ لكن كان يستمع الى مثل هذا الكلام بتجلة وتقديس. نقل الأعضاء غلط، أنتم مالكم مال نقل الأعضاء؟ ده مش موضوع مش بتاعكم. أنا مرة كنت عامل مؤتمر، أنا كنت لمدة طويلة رئيس، هتستغربي، الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكلى. وتعليمي ما فيهوش أي حاجة ليها علاقة بكده، بس كنت بجمع تبرعات للجمعية، واللي بيمشي الجمعية دكتور كلى، دكتور الباز الله يرحمه زكريا الباز. لكن أنا كنت رئيس لها بحكم إن أنا كنت بجمع لهم، لأن الموضوع عاوز فلوس كتير. حضرتك إداري عظيم يعني. الله يخليكي. فأنا فاكر في مؤتمر وكان فيه الدكتور خيري السمرة، وكان فيه عدد من كبار الشخصيات، إن واحد قام سأل، قال وأنا أريد أن أسأل مولانا، كان فيه شيخ موجود، بالنسبة لنقل الكلى، فقلت له لا لا، أنت تسأل الدكتور خيري السمرة مش مولانا. نقل الكلى يبقى الدكتور خيري اللي هو عميد كلية الطب. لكن بصي، هو متبرمج ان قبل ما يسال الطبيب بيسال الشيخ، تمام؟ وكانه الشيخ او رجل الدين يعلم كل الامور. لا، ده هو كمان مش عارف ان رجل الدين غير رايه في الامور دي كلها.
يعني هو رجل الدين مرة قال البنوك حلال ومرة قال الفائدة حرام. وفقا للظروف بقى. وفقا للظروف تمام. ومرة هو زي ما قلتي قال أربعة بشرط أن تعدلوا ولن تعدلوا. وقال بس أنا ما بقولتش إن الأربعة حرام. فكمان القيادات محتاجة صلابة ثقافية أكتر مما هو متوفر لعدد كبير في مجتمعاتنا. يعني لازم يبقى مؤمن باللي بيعمله. أنت مؤمن إن أنت في سنة 2019 في كلام فارغ كتير ما ينفعش يتقال. ما ينفعش يتقال من واحدة أزهرية كبيرة عن قواعد العلاقة الجنسية بين الإنسان والحيوان. لا، دي لازم يكون في رد فعل من القيادة. لا، مش كلام الفارغ ده ما ينفعش يتقال. ما ينفعش يا دكتورة فلان، ومعظم الناس عارفين بتكلم عن مين، ان انت تكلمينا في الموضوع ده. ما ينفعش، لان الموضوع ده كله بيبين ان انت محتاجه علاج نفسي، يعني محتاجه انك تروحي الدكتور. يعني لكن سنه 2019 عاوزه تقولي ان في الفقهاء، وهي دايما انا لما بسمعها بتتكلم تقول لا اصل الفقهاء قالوا. ما يقولوا يعني، ما انا هقول لك اللي قاله احد اكبر الفقهاء ابو حنيفه: اذا كان التابعي رجل فانا رجل. قال كده ابو حنيفه النعمان اللي اتولد سنه 80 هجريه وتوفى سنه 150. واحد بيقول له احد التابعين يعني من الاوائل، قال له اذا كان التابعي رجل فانا رجل. موضوع في غايه البساطه. انا عندي مخ زيه. فهي بتقول لنا اصل الفقهاء قالوا. ما يقولوا، ما هم منتج ثقافي لزمن وبيئه. وهم اما حكايه ان هم عندهم خط تليفون دايركت مع فوق، فده كلام مجانين يعني. مفيش خط تليفون دايركت لا لهم ولا لغيرهم. ده يخليني اروح مع حضرتك لفكره يمكن حضرتك طرحتها برضو في الكتاب، فكره محاربه الارهاب ومواجهه الارهابيين. نوضح للمشاهدين ايه الفرق، وهل احنا في مصر ماشيين في سكه مواجهه الارهاب ولا مواجهه الارهابيين؟ تعالي نمثلها بايه؟ بلاعه بتطلع لنا حشرات. لو انا قلت لك ان انا معين 100 واحد يموتوا الصراصير اللي بيخرجوا من البلاعه، هتيجي في مرحله معينه تقولي لي ده الموال ده مش هيخلص. عماله تطلع، ما عندكش فكره بالنسبه نعمل ايه للبلاعه. فالصراصير اللي طالعه دي الارهابيين، والبلاعه هي المفرخه اللي بتطلعهم لنا. اللي هي ايه؟ اللي هي تعليم وخطاب ديني ومؤسسات غير مطلوبة في هذا العصر، مش عاوزينها. تمام. المؤسسات دي هي البلاعة. زي ما هقعد اموت الصراصير وطلع اخش في البلاعة نفسها واخلي البلاعة تبقى نظيفة وتطلع روائح طيبة، مش تطلع لنا صراصير. عن طريق ايه؟ ان اشتغل على ما هو يعني إذا كان نابليون قال أن الحرب كلمة، فكمان ما هو الإرهاب في الأصل كلمة. بالضبط. هو كلمة وفكرة، مش كده؟ فأنا نرجع لسؤالك، هل تقوم الدولة المصرية بجهد كبير في محاربة الإرهابيين؟ طبعا، وأكثر من كبير، وأكثر مما يظنه ويعلمه الناس. ويكفي أرواح مئات الضباط والجنود، ومنهم شباب جامعيين مجندين طبعاً ماتوا سواء على الناحية الغربية أو أكثر الناحية الشمالية الشرقية. فلا شك، ده أنا بعتقد أن الدولة المصرية مقصرة في أن تجعل المصريين يعرفوا من خلال الإعلام الحرفي النزيه، مش ماسح الأحذية، يعرفوا أشكرك على المصطلح. يعرفوا التمن اللي دفعوا مصريون كثيرون عشان هم الناس تبقى قاعدة في المدن. بنشوف يعني قصص مؤثرة جدا لأسر الشهداء وأمهات الشهداء، يعني آخرها يوم الشهيد اللي كان في شهر 3، بداية شهر 3، كان صعب ومؤثر جدا. يعني كل شخص وراه حكاية. اتصوري ان كل شاب قاعد على قهوة او قاعد في نادي، ما فيش حد بيذكره ان في واحد زيه راح هناك عشان يدافع عنه ويمكن يكون مات. فنقول تاني أن الدولة تقوم من يوم 3 يوليو
2013 غالبا ب 100% مما ينبغي القيام به في مواجهة الإرهابيين. ولكن الأمانة تقتضي أن أقول أن لو قلت لي وكمان هتدي الدولة 100% في مكافحة الفكرة أقول لك يعني كنت أتمنى، لكن لا أستطيع، لا أستطيع. يعني طيب هل هي مش عارفة؟ لا غالبا عارفة. مش قادرة؟ يمكن التوقيت يبقى ليه دور، بس أنا مش موافق على التوقيت. يعني أنا لو حد قال لي أصل من حق الدولة إنها تعمل توقيتات مختلفة للأمور، أقول له آه، بس أنا شايف إن إرجاء التعامل مع البلاعة هيعمل لك استنزاف، بيزيد الموقف تأزماً. ويستنزف طاقاتك. ليه؟ لأن ما فيش أي حاجة بتقول إن البلاعة هتبطل تنتج صراصير ما لم أنك أنت تروح للبلاعة. تروح للبلاعة اللي هي منابت الفكرة. أين تنبت فكرة الإرهاب؟ بتنبت في الحقيقة في أماكن تعليمية أو في مؤسسات يظن الناس أنها دينية وهي في الحقيقة مستعملة سياسيا. يعني أنا قلت في البرلمان الإنجليزي أنتم محتاجين تعيدوا تعريف كلمة التحريض. الولد اللي رايح يقتل ناس في سوريا من عندكم، من هنا، من بيرمنغهام ولا من برادفورد، هل هو بس اللي خطر ولا الشيخ اللي في الجامع اللي بعته؟ فانت هتيجي تقول لي اصل التحريض في القانون الانجليزي لازم يكون مباشر، اللي هو بالامر المباشر. روح يا محمد اقتل محمود. لا، انت محتاج قاعده فكرتك على التحريض. يعني بس افكار عدائيه تجاه الاخر والشحن المستمر للشباب ده لا يعتبر في القانون الانجليزي تحريض ولا في اي قانون اوروبي. لكن انا ارى خلاص عاوز تظل على فكره التحريض كما هي، توسع في خطاب الكراهيه، خلي خطاب الكراهية بيشمل جريمة من يحض الناس على أو يزرع في عقول الناس أفكارا من شأنها أن تجعل بعضهم إرهابيين. مش في برة جريمة اسمها خطاب الكراهية؟ لازم إحنا كمان لازم عندنا خطاب الكراهية مطرح الهزل اللي عندنا اللي اسمه أزراء الأديان. يعني هزل، يعني ما فيش حاجة اسمها كده، لا سيما أن إحنا عارفين على أرض الواقع هي بترسي على إيه. تمام، لكن هي يعني يا ريتها بتبقى ازدراء الاديان. لا هي مش كده. يعني هي ايه؟ يا انا واحده هي فقط. هي متخصصه يعني. تمام، لكن انا مش كلمه كمان في حد ذاتها مش ثقافيه. انت عارفه اي انسان مثقف ثقافه غربيه ما يسمع الكلمه يقول احنا قاعدين فين؟ ازدراء اديان ايه؟ احنا قاعدين في حوش في القرن السابع. انا اعرف خطاب الكراهيه، انت تقول افكارا من شانها أن تولد موجة كراهية قد تؤدي إلى أفعال تترجم تلك الكراهية إلى أعمال إرهابية، وهنا تنطبق على كل الناس. لكن أن احنا يبقى عندنا نص قاعدين نشتغل بيه زي ما اشتغلنا بيه على إسلام بحيري، يعني ما ينفعش. يعني ما ينفعش. فمرة تانية الدولة المصرية تقوم بالكثير من بالكثير جدا بمعظم ما يمكن القيام به لمحاربة الإرهابيين، ولكن أحض الدولة المصرية على أن تعرف أن ما تفعله قد يكون مؤبدا ما بينتهيش. يعني ممكن نفضل في هذه الدائرة طول الوقت، مواجهة مواجهة مواجهة، لأنها مواجهة من جانب واحد، مواجهة أمنية. لا، والمفرخة موجودة يعني. والمفرخة كمان بقى من سوء حظنا أنها مش محلية بس. يعني ممكن تكون انت عارفه يعني ينتهي بك الامر انك بتحاربي في سيناء ناس جايين لك من جمهوريات اسيا الوسطى. لا، وفكره عوده المقاتلين يعني بعد انتهاء الصراعات الموجوده في سوريا والعراق وما الى ذلك. دلوقتي احنا جايين لنا مقاتلين اللي كانوا موجودين اصلا في مصر وذهبوا يقاتلوا في سوريا راجعين مره تانية. انا يعني اتوقع ان خلال الايام القليله القادمه معظم هؤلاء سيقتلون، لان في حصار كامل لهم دلوقتي. يعني في حصار كامل لهم في سوريا، وطبعا في وجهات نظر خليهم يروحوا في حتة، دي وجهة نظر اللي هي دي وجهة النظر اللي احنا بنعاني من تفكيرها لغاية الآن. وفي أتمنى أن بس هم مش في إيد الدولة السورية، هم في إيد القوات الكردية. يعني اللي أنا بقول عليهم دول الذين يحاصرونهم هم القوات الكردية التي تسمع لأوامر أمريكا.
عندي سؤال يخص بتقييم حضرتك لواقع الإخوان في مصر حاليا، هم موجودين مش موجودين، متوغلين، نشاطهم قل ولا لأ؟ لكن أنا بستأذن حضرتك، هنجاوب على السؤال ده بعد الفاصل. استأذنكم هنخرج الفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. في النور الحقيقة تبان.